للطير العادي دماغ بحجم حبة الجوز، ولكن هذا لا يعني بأن الطيور ليست حذقة. يزعم بعض العلماء أن ذكاء الغربان يبلغ مستوى ذكاء القرود، فهي كالشمبانزي تستعمل أساليب مختلفة لجمع الطعام. بالنسبة إلى غربان اسكتلندا، تعد الأغصان الصغيرة وأوراق الأشجار ذات منفعة كبيرة لصيد في الأشجار. وهذه الطيور ذكية جدا في حل المشاكل في المختبر كما في البرية. راقبوا هذا. هذا غراب يحاول استعمال سلك للحصول على التحلية، وعندما لا ينجح الأمر يثني السلك على شكل خطاف الصنارة ليرفع به طعامه. الطيور لا تستعمل الأسلاك الرفيعة أو العيدان فحسب، بل تستعمل منقارها للضغط على الأزرار وإسقاط الحجارة حتى لتطلق ما ترغب فيه، كما وتتعلم من تجاربها. هذه الغربان في اليابان تستعين بالسيارات ككسارات البندق، فهي ترمي حبة المكسرات في زحمة السير وتنتظر مرور السيارات لتدهسها. ولكن هذا هو الجزء السهل، فالجزء الصعب هو العودة لأخذها من دون أن تدهس هي بدورها. إذن تعلمت الغربان قوانين السير، فهي ببساطة تنتظر أن تتغير الإشارة. إنها وجبة سريعة وآمنة على الطريق، ففي المرة المقبلة إن أردت مجاملة أحدهم قل له إنه يملك ذكاء الطير.